يا علاء، أنا أجهضت اليوم. ضعي علاقتك بجهان فورا، رح يجيكي وجع راس منه. يا ريت لو ما اتطلقتي من جهاد. رح نحقق مشاريع ضخمة كتير مع بعض. كيف قدر يطلع من اللي حفرته؟ شو أنت يا جهاد قربنا؟ لك مين أنت؟ أنا لازم روح وأتجوز ديالا بأسرع وقت. ما حركتنا لسه ما انتهت، بالعكس بلشت. عشق ودموع. يمكن صار الوقت المناسب لأتعرف على ياسمين خانم، مو هيك خالتي؟ يومياً 7:15 المساء على الـ LBCI.